نعم، أولا من ناحية التسمية، هذا الحزب حزب الله يعتقد أنه كل أصحاب الرأي المختلف يفكرون بنفس الطريقة التي يفكر بها حزب الله. هو يعكس التفكير الداخلي لدى قادة هذا الحزب وقاعدة هذا الحزب، أنه الشخص لا يمكن أن يتخذ رأيا ما لم يكن هذا الرأي مدفوع من الولايات المتحدة أو من دول أخرى، وكأنه الناس يعني يندر أن يكون لديه رأي حر. ثم أنه حتى لو كان يعني حتى لو اعتبر شخص نفسه أنه هو مع السياسة الأمريكية في المنطقة، هذا بالنسبة لحزب الله يعني ولاء كامل، لأنه في التنظيم لنظام ولاية الفقيه هناك شيء اسمه التكليف الشرعي، الأوامر تصدر، لا يوجد نقاش. كل الحزب حزب الله حاول تحويل الطائفة الشيعية إلى حزب كبير، إلى يعني مؤسسة فاشستية ذات رأي واحد تأتمر بأوامر شخص واحد، وهو يعلنها أصلا. يعني حزب الله نصر الله يقول أنا جندي في جيش ولاية الفقيه، وهو يتوقع أن كل الآخرين جنود لدى جيوش أخرى. فهذا من ناحية. من الناحية الثانية، ماذا يعني مقتل الصديق المغدور لقمان سليم؟ يعني أنه هذا ثاني مقتل يطال شخصية شيعية منذ بدء الاغتيالات في العام 2005 مع اغتيال الرئيس رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وحتى اليوم لم يحصل أن اغتالت هذه يعني الفئات إلا شخصية شيعية واحدة، كان وقتها هاشم سلمان، الذي تظاهر أمام السفارة الإيرانية ضد الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان. يوم ذاك هجمت مجموعة من حزب الله مكشوفي الأوجه، يعني أوجههم موجودة على الكاميرا، ضربوا المتظاهرين، قتلوا هاشم سلمان. تلك كانت الشخصية الشيعية الوحيدة. هذه المرة أول اغتيال ضد فرد من الطائفة الشيعية. وبرأيي هذا يعكس الكثير من التوتر، الكثير من الخوف داخل الحزب، الكثير من التقهقر، لأنه يعني لا يقتل من هو في وضع جيد ومن ليس في وضع متقهقر، لا يقتل من هو في وضع الممسك بالطائفة أو الذي يتمتع بشعبية داخل الطائفة. هذا يعني إلى أي مدى يعكس خوف من تأثير داخل الطائفة قد يكون يعني مشتت عن حزب الله وربما مناهض له الآن؟ القتل يعكس يعني خصوصا قتل، أنه هذه الاغتيالات لا تطال زعماء ميليشيات أو عاملين لدى وكالات استخبارات أو ما شابه. هؤلاء الناس معظمهم من الصحفيين، يعني الأسماء 28 ممن أوردتموهم في يعني شيعة السفارة، وكلهم من الأصدقاء، كلهم من يا أما أكاديميين أو صحفيين أو يعني محللين وإعلاميين، كلهم يكتبون. يعني ما حدا من هؤلاء 28 لديهم مش مسدس، ليس لديهم حتى سكين. فأنت عندما تقتلي أشخاص ليس لديهم إلا الكلمة، هذا يعني أن الكلمة تخيف هذا الحزب، وإلا يعني ما يعني حزب لديه جهاز أمن وشبكة اتصالات خاصة وتنظيم طويل عريض وتمويل طويل عريض من إيران، ثم يخاف من لقمان سليم أو من منى فياض أو من يعني فهذا يظهر أن هناك خوف وضعف من كلمة حق تقال في وجه هذا الحزب. طيب هلا حتى اليوم أيضا يعني يحكى داخل الطائفة الشيعية وليس فقط داخل أنصار الحزب أنه في حالة تململ، يعني بالنهاية مستحيل تكون الأزمة الاقتصادية طالت الكل ولم تطل الطائفة الشيعية ككل. المستفيدين من حزب الله ربما تأثروا أقل بكثير، ولكن حتى هن متأثرين، والأهم أنه أيضا المستفيدين من حركة أمل متأثرين كثيرا، لأنه هن موظفين ضمن أجهزة الدولة ويعني معاشتهم بالليرة اللبنانية، وبالتالي أيضا يعني في حالة تململ بهذه الأوساط. إلى أي مدى عملية اغتيال تخدم بهذه الحالة؟ يعني صراحة أنا لا أعرف يعني كيف ممكن أن تخدم هذا الحزب، ولكن الأمور تنفلت من أيدي الحزب ومن أيدي يعني طبعا حكومة لبنان انتهت ودولة لبنان انتهت، وهناك كما تفضلتي شبكة ريعية من المستفيدين، هؤلاء هم من المنظمين في حزب الله. ولكن الطائفة الشيعية على العدد، يعني لو نظرنا إلى لوائح الشطب الانتخابية، وهذه تظهر أعداد الطائفة الشيعية منهم فوق 21 عاما، هناك أكثر من مليون شيعي، مليون ومئة ألف شيعي على هذه اللوائح. لا يمكن أن يكون لدى الحزب
لائحة من المرتبات. لا يمكن أن يقوم الحزب بإطعام 1,100,000 راشد شيعي في الجمهورية اللبنانية. إذن القاعدة، الشبكة الرعية أصغر بذلك بكثير. وأن ذهبت إلى المناطق ذات الغالبية الشيعية في البقاع اللبناني، في بعلبك، بعلبك اليوم تشبه يعني فنزويلا. هناك سرقات، هناك سرقات بيوت، هناك يعني قتل من أجل المال. هذه الأمور تنفلت، يعني الاقتصاد اللبناني يتدهور والأمور تنفلت. ويعني إن كان رأي حزب الله أنه الحل هو بقتل الناشطين من أمثال لقمان سليم، لا أرى أنا الفائدة في الموضوع، لا أرى أنا الحل في الموضوع. يعني اليوم لدى الطائفة الشيعية مفكرين كثر، يعني حضرتك ذكرت أسماء، والمذكورين أصلا لدى شيعة السفارة منهم من لديهم يعني دراسات عميقة بكثير من الأمور والشؤون المتعلقة سواء بالطائفة الشيعية، بحزب الله، بإيران، بلبنان ككل. إلى أي مدى في مخاوف؟ لأنه بعضهم يعني اليوم بحالة قلق، والبعض يشعر أنه ربما ترك لوحده بهذه المرحلة على خلاف ما كان يحصل ب2005. طبعاً يعني دعيني أضيف إلى ما تفضلت به، وهذا كان جزء من الأحاديث الطويلة التي خضناها أنا والمغدور الصديق لقمان. واحدة من مشاكل الشيعة ممن يعارضون حزب الله، غير أنهم هم يعني يخرجون عن طائفتهم، يخرجون عن قراهم، يتعرضون لضغط يعني اجتماعي على الأقل بين الأصدقاء والأقرباء وما شابه. واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه هؤلاء هو نوعية النظام اللبناني التي يكرسها حزب الله وحلفاء الحزب. نوعية النظام مبنية على أنه المواطن ليس مواطن مرتبط بالدولة، وإنما مواطن يرتبط بالدولة عن طريق الطائفة. فأنه في كل هذه المرحلة، في مرحلة 14 أذار 2005 وما بعد ذلك، كانت المشكلة أنه الشيعة يذهبون إلى الدولة إلى 14 أذار، والدولة تنظر إليهم أنه يا أما تأتون كطائفة أو يعني لا مكان للمواطنية. فهذه واحدة من المشاكل التي قال لقمان، يعني كتب في بيان، أنا إن حدا تعرض لي سيكون المسؤولية على نصر الله وبري، وأنا أضع نفسي في حماية الأجهزة الأمنية. أين الدولة لحماية المواطن لقمان؟ يعني للأسف لا توجد دولة. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من واشنطن الباحث السياسي حسين عبد الحسين.